دكتور عزمي بشارة، المفكر العربي الكبير. مساء الخير دكتور، أشكرك جدا على وجودك معنا ومشاركتك لنا في هذه الحلقة من أصداء اليوم، وأيضا للفرحة اليمنية العربية بهذا الفوز، الفوز توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام. البعض يعتبره انتصارا للثورة، هل هو انتصار للثورة اليمنية أم للربيع العربي بشكل عام؟ طبعا لا تمييز بين الأمرين، لأن الثورة اليمنية هي أحد أهم مركبات الربيع العربي حاليا، أغنت الأمة بثقافة سياسية رائعة وبشباب تجاوز كل الحدود التي حالت دون تصور وتقدم اليمن في الماضي. نحن أولا أود أن أمسي عليك بالخير وعلى الجمهور اليمني، وأن أبارك لكم جميعا وللأخت العزيزة والصديقة توكل كرمان بفوزها بنيلها جائزة نوبل للسلام. الحقيقة أنا لست من المتحمسين لجائزة نوبل، يعني لم أحترم هذه الجائزة في يوم من الأيام، لأن أعطيت لبيغن وأعطيت للسادات ومؤخرا أعطيت لأوباما، ولكن فقط فوز توكل كرمان جعلني في هذا العام أحترم الجائزة. ما أعتقد أنه الجائزة لم تشرف توكل، توكل شرفت الجائزة واليمن شرف الجائزة. هذه جائزة ليست لا تعتبر بالنسبة لي علامة على كل شيء، أن الذي يعطي الجوائز لتوكل وللشباب اليمني المرابط في ميادين التحرير هو الشعب اليمني والمستقبل اليمني الذي يمثلونه، ولكن اضطرار العالم إلى اختيار هذه المرأة العربية أن تمثل قوى السلام اليوم والحرية في العالم فهذا إنجاز كبير. نعم، لأن أنا بعتقدهم عادة كانوا يفضلون نماذج أخرى للمرأة العربية، ونحن نعرف أي نموذج للمرأة العربية يفضل الغرب، ولكن اختيارهم هذه المرة يدل على أن اليمن وشبابه فرض نفسه عالميا، وتوكل هي الآن طبعا شخصية يمنية وعربية بارزة، ونأمل على المدى البعيد مع انتصار الثورة اليمنية وقيام نظام ديمقراطي أن تصبح إحدى الشخصيات الدولية، لأنه أنا أفرح كثيرا وأنا تابعتها وهي تعرف على اتصال، وأنا يعني سعيد جدا بهذا الفوز وأتمنى لها المستقبل وهي تستحق وشباب اليمن. طيب دكتور، وشباب اليمن يستحقونه. طيب أنت قلت تستحق المستقبل وتنبأت بهذا المستقبل في بعض مقابلاتك، وقلت أن توكل كرمان سيكون لها شأنا عظيما، من أين تنبأ ذلك؟ نعم، أنا سعيد بالشكل الذي تطورت فيه هذه المرأة، لأنها اختزلت في ذاتها الخطوات الكبيرة والمراحل الكبيرة التي قطعها الشباب اليمني وفي الأعوام الأخيرة، ولكن ظهر لنا جميعا هذا العام ما هي المراحل التي قطعها الشباب اليمني، وهي أفضل ممثلة لكم جميعا، وآمل أن ترفع رؤوسكم بها، وأنا اليوم أرفع رأسي بتوكل كرمان وأرسل لها كل المودة والمحبة لها ولشعب اليمن كله. طيب دكتور عزمي، ماذا أضافت هذه الجائزة للثورة اليمنية وهي خاصة بالسلام؟ لا، مهم كثير هذا طبعا، أولا من ناحية اليمن، دعني قبل قضية المرأة العربية وتقديم نموذج آخر للمرأة العربية، من ناحية اليمن أنت تعرف أنه كان هنالك نوع من طوق العزلة على اليمن بسبب حرص الإغراء الغرب على استقرار بعض الدول الإقليمية أكثر من غيرها، ونتيجة لدور بعض الدول الإقليمية كان هنالك تجنب في الغرب لمسألة التطرق بشكل واضح لثورة اليمن، فجاء التطرق من هذا الباب، ولو أنه ليس باب الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، ولكن هذا له قيمة معنوية كبيرة وسيفضل نفسه على الهيئات السياسية في المستقبل. ولذلك ليس بالنسبة لي، يعني أنا بالنسبة لي جائزة نوبل لا تعني الكثير، أنا توكل تعني الكثير وللغرب تعني جائزة نوبل الكثير، يعني على مستوى الرأي العام الغربي هذه الجائزة محترمة جدا، وبالتالي هذا ارتفاع في أسهم قضية اليمن في الرأي العام الغربي بشكل جدي للغاية، وأنا أعتقد أنه هذا مهم. لا فعلا مهم جدا، وإنجاز سياسي أيضا وليس فقط معنوي. ومن ناحية أخرى، أنا من ناحيتي يعني أيضا أضيف أنه يتعرف الغرب على نموذج آخر
للمرأة العربية الملتزمة بقضاياها، واللي لا يجذب الغرب فيها التزامها بآخر موضة في الغرب أو التزامها بآخر تقليعات الثقافة الغربية، وإنما لفت النظر فيها هو التزامها بالقيم الكونية وبقضايا شعبها. أنا بعتقد هذا نمط مختلف لم يعرفه الغرب بعد، لأنه يقسم لنا البنات العربيات الفتيات العربيات والنساء إلى متحررات ومحافظات، ولا يرى أن هذا التقسيم من ورائنا الآن، وأن المرأة العربية بصيغة التوكل تتحرر مع تحرر شعبها في الوقت ذاته وبشكل متزامن. دكتور، طبعا انت قلت انه هناك تغير، يعني في السابق لو نعرف عن هذه المعايير، اذا كانت هناك معايير محدده وبالتالي قد تضيف شيء على نيل الاستاذه توكل لهذه الجائزه. الحقيقه لم اسمع سؤالك الاخير. المعايير التي تعطى غالبا فيها في اطار هذه الجائزه، اي معايير يعتمد عليها القائمون والمشرفون على جائزه نوبل للسلام؟ دكتور عزمي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة. على أي حال نشكره جزيلا عن انضمامه ومشاركته لنا في دكتور عزمي عاد إلينا. دكتور عزمي، أنا فقط كنت أسأل عن المعايير التي تعطى ومن خلال التي تعطى من القائمين على هذه الجائزة، ومن خلالها يمكن التمييز أو معرفة حجم هذه الجائزة وحجم تأثيرها على توكل كرمان وأيضا على نشاطها في اليمن. يعني هي تعطى لشخصية من منطوق الغرب، من منظور الغرب، تساهم في السلم العالمي وفي قضايا الحرية وتساهم في يعني في مصلحة الإنسانية بشكل عام، هذه هي المعايير الرئيسية. ولكن أنت تعرف الغرب كيف كان يحدد ويستخدم جائزة نوبل في بعض الحالات. قلت لك يعني أعطيت لباراك أوباما دون أن يعطي أي إنجاز مؤخرا، وأعطيت لبيغن ورابين وانتأسف لرابين وبيرس ويسع عرفات في حينها على أوسلو وأمور عديدة أخرى. قلما تعطى الجائزة لمن يستحق من ناحية المنظور الإنساني الحقيقي وليس سياسات الدول الغربية. وأنا أعتقد أنه هذه المرة أعطيت لمن تستحق، لأنها فعلا مثلت قيم كونية ومثلت قضايا السلام بالمعنى الحقيقي لكلمة السلام القائمة على حرية الشعوب. وبرأيي أنه بهذا المعنى نعم، لا شك أنه النضال اليمني والمنهج النضال اليمني هذا على اعتراف دولي أيضا في قلاع الفكر الغربي. أمر جيد، أمر جيد وممتاز، وأنا سعيد جدا بكم جميعا وبشكل خاص بالأخت العزيزة توكل. ونحن سعيد جدا بكل الشباب اليمني الحقيقة في هذه الأيام، ونحن سعيدين بانضمامك إلينا المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة. مجددا لك جزيل الشكر على هذه المشاركة. فوز توكل كرمان هو فوز كل من يتجسد فيه مواقفها في ساحات التغيير، لذلك كان حقا علينا أن نسمع